انتقادات وتيبداو يسبوا ولا يعيروا، فكلهم اعداء النجاح واعداء الفن واعداء الخير. واش كاين شي واحد كيدير الخير وغادي تعيروا؟ اذا انت راك عدو ديال الخير، ما يمكنش تعير. غادي تقول حق راه دار هذه حيت، او لا راه دار الملحمه حيت بغى اش بغى ياخذ اي. انا باغي عاوتاني وسام اخر من عند صاحب الجلاله، وباغي ان صاحب الجلاله يكون فخور بيا ونكون انا في المستوى ديالو وناخذ حتى 10 ديال. ونتمنى من الله انه وبغيت المغاربه يكونوا تيبغيوني، وكنطمع في الحب ديال المغاربه، وكنطمع في الحب ديال الفنانين خوتي، وكنطمع هادشي كنطمع فيه بغيتو وبكرهتوش ومبكرهش كان الفنانين كلهم يكونوا لاباس عليهم ويكونوا بخير. ولكن تنكره الانتهازيين، وتنكره الناس اللي كيمصوا الدم ديال ولاد الشعب، كنكره الناس اللي كيظلموا ولاد الشعب والفنان، اللي كيقهروا الفنان، كنكره هاد الانتهازيين اللي ما عندهمش علاقه بالفن وكيربحوا في الملاير كياخذوا فيهم ديال الدوله ديال الشعب. هذا هو علاش انا اللي كنحارب، ولكن كنحارب بالخير، ما كنحاربش بالشر. انا ما كنهضرش، انا تنعمل، والناس اللي معايا حتى هما مامنين بالرساله ديالي وتيتعاملوا معايا. هذه هي الرساله اللي بغينا نوصلوا، وكنظن ان الشعب المغربي عارف. انا هو في الحقيقه خاص يدير بحث دقيق في هذه المساله هذه. انا من ضمن الناس، لان هذاك اللي مات في القطار او اللي ماتوا في القطار هذوك راه خوتي، راه تقدر تكون امي، تقدر تكون اختي، تقدر تكون بنتي، نقدر نكون انا. فاولا لان سميتو السلامه ديال المواطنين المغاربه، فهي سلامه ديال الوليد ديالنا كاملين، لان مواطنين اللي تصب احنا راه بحال البنيان، الى واحد كنشدوا بعضياتنا احنا بحال الجسم، الى تالم واحد فينا راه غادي يتالم الجسم كله، يعني عضو فينا احنا راه تالم الجسم كله. هاد الناس اللي الا كان هناك سبب، هو واحد النوع من يعني خص دار بحث دقيق ونعرفوا شنو هو السبب. الا كان السبب فعلا دايروا هذاك السيد خصو يتعاقب، الا كان السبب دايرينو ناس اخرين او لا خلل في جهه اخرى خصهم يتعاقبوا، وخص العقوبه ديالهم تكون عبره لجميع سميتو زعما القطاعات اللي كاينه، يعني كي يكون وزير ولا يكون كما كان. بحال هذيك السيده اللي طاحت عليها حجره في القنطره، واش الواحد غيولي حاضي مع بوطو، حاضي مع حجره، حاضي مع الطلابه، حاضي مع الشفاره، حاضي راه ولينا غادي في الزنقه وحاضي مع كل شيء، وبقى لنا حتى الصخر حتى هو محضيو معاه. هذوك الناس خصهم علاش ما كيديروش، ما كيقوموش بان كونترول ويشوفوا الحاجه اللي ناقصه ويشوفوا. كاينين بلايك مقلوبين، كتلقى قيف واقفه ما هي ما واقفاش ومكتوبه فيها قيف، كاين اللي مقلوبه ولات فيها فيق. يعني هادشي راه كتدخل المدينه ما كتعرفش راسك فين كاين انت، ما كاينش وزاره التجهيز خصها تتحرك. واش وزاره التجهيز ما كدير والو؟ فينا هما الزناقي كلهم محفرين؟ اجي حدايا تشوف الزناقي محفرين، كنخلصوا الضرائب ديالنا والزناقي محفرين. وصلنا ان الان ولاو الناس كيموتوا بهذا السبب، وكاين حوادث السير اللي كتمو. هادشي كله فينا هما؟ فينا هي التوعيه؟ فينا هادشي كله؟ فينا هما هاد الفنانه اللي غادي يعيطوا غير لهاد الفنانه اللي تضيعوا ويعطيوهم ان بيدجي ويديروا هما التوعيه وكل شيء يخدم؟ هادشي خصو يكون، للاسف الشديد هادشي ما كاينش. وانا جو كوندان اي واحد ما عندوش روح وطنيه، وهذا الخطاب ديال صاحب الجلاله كان واضح، كيقول لك بان خص تكون عندنا وطنيه وحبنا لبلادنا. راه ما كانش هاد الحب وما كانش هاد التكافل وما كانش هاد المحبه وما كانش هاد العلاقه الاخويه بيناتنا، راه البلاد ديالنا غادي تمشي، راه تاريخنا غيمشي، راه حنا غنضيعوا. التلفزيون ما تيقومش بالدور ديالو. قول لي ان سبوت بيبليسيتير واحد كيهضر على الوطنيه، كيدوز كيهضر على الوطنيه. انا كنشوف القنوات المصريه كيضرني خاطري، من ام مصر ام الدنيا. هذا حنا راه حنا بات الدنيا ماشي غير ام الدنيا. المغربي تيبغي بلاده، ولكن تيخص دي سبوت بيبليسيتير، تيخص يعني دور البرامج اللي كتدوز في رمضان. هذيك هي الوقيته فين يمكن لهم يدوزوا رسائل جميله جدا للمواطنه، وحب الوطن وحب الملك وحب البلاد ديالنا، لان بلاد ديال الامن والامان، حبنا لبعضياتنا، نتعاونوا مع بعضياتنا. شي خصو يكون دوز في التلفزيون، ما كاينش. ولينا كنشوفوا الكلام الساقط في التلفزيون والهضره الخاويه، وهادشي كيضر في الخاطر. فهاد الناس هادو هما اللي كيجريو على الخراب للاسف الشديد، ومخلين مواقع اللي ضد، ما كنتكلمش على المواقع الجميله اللي كتخدم وكتدمر، هما اللي دايرين خدمه التلفزيون. وكاينه مواقع اخرى اللي كتهرس فينا، والتلفزيون غائب. عندنا 8 ديال القنوات، كنخسروا زباله ديال الفلوس في الساتيليت. خصكم تعرفوا ان ملايير كتخلص ليبيرجومون ديال لي شين دو تيليفزيون، ديال ما عارفيناش المغاربه، ملايير. هذيك الملايير لاش باش يتفرج فيها واحد مصري، اتفرج فيها مغربي. هذيك المره يخسر على المغرب، انا نتفرج غير بالارضيه، ما نتفرجش كاع انا لاش. الا بغيت المصري انا غنمشي نشد القناه المصريه، الا بغيت اللبناني غنشد القناه اللبنانيه. انا نخدموا غير البلاد ديالنا. هذيك الملايير اللي كتعطى لا سميتو نديروها القناه وحده، والقنوات الاخرين لاش. راه زباله الفلوس. راه كل قناه، راه كل ميجا، سولوا هادو قلبوا في جوجل، كل ميجا كتسوى تقريبا ما يعادل 100 مليون او 90 مليون باش كدوز سنويا.
راه بزاف ملايير ديال الفلوس كتضيع باش نشوفوا اشنو، نشوفوا الخوى الخاوي اولا نشوفوا الاعاده ديال افلام قديمه كدوز السابعه وكدوز في هذا. فهذا كلها سياسه اللي اللي ماشي لصالح الاعلام وماشي لصالح التلفزيون. وهذا الشيء علاش كتشوف الاعلاميين اغلبيتهم الان كلهم راهما في المواقع وهذا وسميتو اللي ممكن يكونوا في التلفزيون ويعطوا برامج جميله جدا. هذا هو علاش انا الان تنتعامل مع المواقع لانهم هما اللي عندي وانا فرحان بهم، والتلفزيون الله ياخذ فيه الرحمه.